مشاهدين معنا في هذه اللحظات الأستاذ سليمان السيامي، أحد الحاضرين وأحد الضيوف المدعوين للمشاركة والاحتفاء كذلك بالملازم ماهر. أستاذ سليمان، اليوم أنت تحضر هذه المناسبة، حدثنا أولا عن الانطباعات الرياضية التي تنتابك في هذا الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أنا والله جاتني دعوة من ملازم أول ماهر العبدلي كي أحضر هذه المناسبة الجيدة. وماهر العبدلي أنتم تعرفوا أنه في غنى عن التعريف الملاعب مكة، خاصة الحواري مكة، وأنه يعني أديكم فكرة عن ماهر العبدلي، أنه كان قائد لفريقنا فريق ملكان المتواجدين في الكعكية، وفترة أنه درب الفريق وحققنا بطولات مع الأخ ماهر أو الملازم ماهر العبدلي. الآن ماهر العبدلي يدخل إلى خطوة مستقبلية هي مهمة جدا، ما هي الكلمات التي توجهها له؟ والله أتمنى للأستاذ ماهر حياة سعيدة وحياة ووداع للعزوبية على قولهم، ويدخل حياة زوجية سعيدة، وما أقدر أقول له أكثر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير إن شاء الله. التكريم على المستوى الرياضة إيش فوائده؟ إيش الجوانب الإيجابية اللي يلتمس فيها من خلال التكريم على المستوى الرياضي؟ والله بالنسبة للتكريم على المستوى الرياضي، يعني كي تجمع جميع اللاعبين لكي يعرف شخصية ماهر، مين هو ماهر العبدلي، يكون ماهر العبدلي في أي مجال. ممكن يكون فيه ناس مجال التدريس مجالات، وماهر العبدلي هو مجاله الأساسي، مجال الرياضة لكرة القدم، غير أنه يكون ملازم أول فيه. الكابتن عبد الرزاق سعى لأن يقيم هذه المناورة، ماذا تقول؟ والله نشكر الأخ عبد الرزاق على هذه المحاولة أو على هذه الجهود اللي بذلها. والله أعتقد أن عبد الرزاق كان في بينه وبينه اتصال شخصيا على الهاتف من قبل أسبوعين على أنه يجيب الأطقم ويجيب هذا. الحمد لله أنه مشيت على يسر الحمد لله. طيب نقطة ممكن خلينا فيها نتذكر ذكريات للملازم ماهر، تتذكر له موقف طريف، موقف مضحك دائما انتابك كل ما تتذكر هذا الاسم؟ والله ما يتذكرني إلا شيء واحد، رحنا المدينة وصرنا حارس أنا وماهر. كيف كان الوضع؟ والله الوضع الحمد لله إنه ذكرني الحالة، يعني إيش اللي صار، إيش اللي دار أثناء؟ والله الحالة إنه جات الحادث، جات الضرب كفر وانقلبنا بالسيارة، وحتى ما أدري إنه انقلبنا، والحمد لله وصلنا المدينة بالإسعاف. طيب أرسل له رسالة عبر هذا الميكروفون. والله ما أقول إلا أستاذ ماهر أو ملازم ماهر، أتمنى لك حياة سعيدة، وأتمنى لك إنه يكون حياة زوجية سعيدة إن شاء الله. شكرا. يا هلا مرحبا.